هذه ليست المرة الأولى التي يتنصل فيها المخلوع صالح من مرجعيات العملية السياسية في اليمن، ولكنها اليوم تبدو كما لو كانت ادعاء قابلا للتصديق بعد أن بالغ في تقدير نفوذه السياسي وقوة حزبه الذي قال أنه أصبح أقوى مما كان عليه في الحكم. هل فقد حزب المخلوع صالح السلطة؟ سؤال في نظر المراقبين يبدو مستفزا، خصوصا وأن صالح نفسه كان قد أنهى للتو ترتيبات طموحة لإبقاء سلطة الأمر الواقع قسمة بين جناحه في المؤتمر وبين شركائه في الانقلاب ميليشيا الحوثي. وفي الطرف الآخر يسجل المؤتمر حضورا في أعلى هرم السلطة في الرئاسة والحكومة وفي الهيئة الاستشارية، على نحو تبدو معه كوادر هذا الحزب الهلامي خط تدوير المناصب في جهاز السلطة الشرعية. قال المخلوع صالح إنه يحفر حفرة كبيرة لدفن مخرجات حوار موفنبيك في تحقير واضح لمؤتمر راهن عليه اليمنيون وعقدوا آمالا كبارا عليه قبل أن يطيح به عمليا في الانقلاب الذي نفذه مع شريكه الحوثي في 21 سبتمبر 2014. وقال أيضاً أنه سيدفن القرار رقم 2216 واتفاق المبادرة الخليجية، ورسائل يقول المراقبون أن المخلوع صالح يبعث بها إلى اجتماع جدة الذي سيضم وزراء خارجية دول التعاون الخليجي وواشنطن ولندن بمشاركة روسيا أيضاً، وبحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والذي من المقرر أن يقف حول ممكنات السلام في اليمن. فهل ستحدث هذه الرسائل الأثر الذي يتطلع إليه أنصار السلام والاستقرار في اليمن، وبالأخص في مواقف القوى الدولية والإقليمية التي تجتمع في جدة، أم أن النفاق السياسي سيؤمن المخرج المناسب لهذه القوى؟